لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا محمد بن مبارك الكاموخ المركز الثاني وصلت هنا وتقدمت تصريح ناصر بن عبد الله بن احمد المسند ولكن والله 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 وفعلها الكاموخه ولكن المحاولات لا زالت تصريح تحاول معاك معاك يا المسند معاك يا الانيق معاك يا الوهيبي معاك يا محمود ولكن الله يا الكاموخه 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 ظبي الكاموخه تنطلق مع ناموس الشوط الاول تنطلق مع ناموس الشوط الأول وبنسلم وبنقول نعم أيها الإخوة هذه هي ضبي الكاموخة هنا دارت لأجل الناموس وبنسلم وبنقول سلام محمد علي سلام سلام الكاموخة سلام محمد بن علي بن مبارك الكاموخة على فوز الضبي وتحقيقها بناموس ينطلق مع غليون ناصر بن عبد الله المسند ينطلق مع غليون على مستوى المركز الثاني المركز الثالث وصل وانطلق ايضا وقار عبيد بن علي السناري المركز الرابع ولكن خلاص الصداره مع مرموق اندفاع ممتاز اداء ممتاز 10/10 يا مالك مرموق الله والسلامات تذهب لبشريده على هذا الفوز صالح بن حمد بشريده من قدم مرموق في هذا المساء خير تقديم بدون أوامر ولا تعليمات ينطلق مرموق مع نقطة الشوط الأول الرئيسي سلام سلام بشريدة سلام ولكن القادم على المركز الثاني ولا خلاص خلاص مرموق إذن يحقق الشوط الرئيسي للمرة الثانية على التوالي المركز الثالث يقدم لنا اسمين الوهيبي والانيق غادمين غادمين وايضا العيدة ولكن نعود نعود الى مهيوبة نعود الى مهيوبة مهيوبة على الصدارة ما شاء الله تبارك الله بدون اي تعليمات تذكر على الاطلاق ابدا واطلاقا الوهيبي الوهيبي حاسك 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 محمود محمد وسالم الوهيبي قادم مع المركز الثاني ام حيوبة على الصدارة ام حيوبة بنت لهب بن حمدون هذه السلالة الممتازة والعريقة والعريقة سلام يا بن مسعود سلام سلام يا بن مسعود على هذا الاداء الممتاز وهذا الركض الغاية ثاني المراكز كان اطلق لهن علال نحو الصدارة نحو الانجاز الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صلي وسلم على انطلاقة مبلش الحاضر مع الصدارة يا بلشتكم من مبلش الحاضر في هذا المساء يثبت الوجود يثبت الانطلاق مع هذا الانطلاق الاول هيا يا مالك مبلش نحو الانجاز طار الطيارين مع الصدارة ومع المقدمة سلام يا مبلش سلام سلام وتحياتنا وتبريكاتنا لمالك المبلش الله مبلش 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 يثبت الوجود لأنه كفوا لانطلاقة وناموس هذا الشوط تهانينا وناموس لمالك مبلش ناصر بن محمد بن علي المري على فوز مبلش وتحقيق الانجاز أما المركز الثاني المركز الثاني التجهيزية تنطلق على صعيد المركز الثاني غيرت إلى صدارة هذا الشوط المركز الثاني المتحدة قادمة صاحبة هذا الشوط في أحد السباقات الماضية تنطلق على مستوى المركز الثاني انطلقت صالح بن حمد آل بريس المركز الثالث شعاري بن ثلاب يعود مرة أخرى مع اندفاعة وزن ثلاب بن راشد الهادري ولكن الشاهينية أهالي السيج أهالي السيج يحتفلون في هذا المساء بمستوى الشاهينية طمنتنا على مستوى
محتواها يا ابو عبد الله، صاحبة شلفتين، صاحبة رمزين، رمزين في الرصيد. سلام السيد، سلام سلام العطية، سلام حيث الشوف، حيث العين من الشاهنية. ما شاء الله وتبارك الرحمن، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني هو الوسمية، ينطلق مع أجواء الخمسمية متر الأخيرة، ينطلق بهذا الأداء الممتاز منصور بن عبد الهادي بن نايفة، ينطلق مع الوسمية، وعلى ما يبدو لي النقطة الثالثة يقدمها لنا الوسمية، يقدم لها الوسمية هذه النقطة الثالثة، والعصا في الأبطان، العصا كانها تسلم على الغارب الأصيل، ما تحرك لين تصل على خط النزاع. النقطة الثالثة أو الرابعة، ها هو الوسمية، ها هو الوسمية ينطلق مع الانطلاق الممتاز. تهانينا والمبروك لمنصور بن عبد الهادي بن نايفة على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز كان الوصول من قبل مشكور فهد بسيف.